السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معادنا مع المحاضرة الرابعة إن شاء الله في شرح مواصفة الأيزو 9001 لسنة 2015 ضمن مبادرة دعم الخير المقدمة من أكاديمية الخبراء. إحنا هنعمل ريفريشمنت سريع كده في البداية عن الجزء اللي اتشرح قبل كده لحد ما بقية الزملاء تنضم لينا إن شاء الله أثناء اللايف. إحنا اتكلمنا عن بنود المواصفة تواصفة اللي هم المجال والمراجع والمصطلحات والتعريفات. دي بتبقى بنود إدارية وليست محل للمراجعة، بتتكلم بصفة عامة عن المواصفة دي بتطبق على ايه وبعض المصطلحات اللي ممكن نقابلها اثناء تطبيق متطلبات المواصفة، معناها ايه وازاي والمقصود بيها ايه جوه المواصفة، المراجع اللي المواصفة استندت اليها في او اللي تم بيه. وقلنا ان التطبيق دايما بيبدأ من بند 4 اللي هو بند السياق اللي بيتكلم عن القضايا الداخلية والقضايا الخارجية والاطراف المعنية اللي بتأثر او بتتأثر بنظام عمل المؤسسة وبنشاطها. اتكلمنا كمان عن ان في بند 4-3 بيتكلم عن مجال الشركه، مجال عمل الشركه، وقلنا ازاي بنعمل او بنحقق متطلبات البند ده عن طريق ان احنا بنحول المنتجات اللي الشركه بتنتجها وطريقه انتاجها. وبند 4-4 بيتكلم عن تداخل العمليات والعمليات المتممه للعمليات التصنيعيه، يعني مثلا الانتاج والجوده والصيانه والمخازن وما الى ذلك من عمليات مختلفه بتتطلبها ضروره العمل. يعني مفيش شركه مش هيبقى فيها مبيعات، مفيش شركه مش هيبقى فيها صيانة، مفيش شركة مش هيبقى فيها مشتريات، ممكن يبقى مش صيانة بيستعين بشركات صيانة خارجية. فالمقصود هنا بالعمليات أو بتدخل العمليات إن العمليات اللي هيكون ليها تأثير على نظام إدارة الجودة، يعني حضرتك عندك مكان بتنتج عليه، المكان ده لازم له صيانة، إيفن لو أنت مش هتعمل الصيانة ده وما عندكش فريق صيانة جوه الشركة وهتستعين بشركات لتنفيذ أعمال الصيانة من الخارج. رق لجزئية التوثيق دي بالتفصيل في البند الثامن في بند 7-5 اللي بيتكلم عن المعلومات الموثقة. اتكلمنا كمان عن في بند 5 عن الموارد، عذرا يا شباب معلش. اتكلمنا في بند 6 عن المخاطر والفرص وإدارة التغيير. اتكلمنا في بند 5 عن السياسة وعن الأهداف وازاي احنا بندير كمان، يعني ايه سياسة وازاي بنكتبها او بيتم صياغتها. النهارده هنتكلم عن اول حاجه في البند السابع، في اول بند فيه بيتكلم عن الموارد وازاي ندير الموارد بتاعتنا. البند الثاني بيتكلم عن الكفاءه وهنعرف يعني ايه الكفاءه والمقصود بيها في متطلبات المواصفه. بند 7-3 بيتكلم عن الاويرنس او التوعيه. وبند 7-4 بيتكلم عن التواصل جوه الشركه وانواع التواصل المختلفه. بند 7-5 اللي هيتكلم عن المعلومات الموثقة. قبل ما ندخل في تفاصيل البند خلينا نشير لحاجة سريعا كده قبل ما ندخل في التفاصيل. في الأول كان في الإصدارات القديمة من المواصفة ما كانش في حاجة اسمها المعلومات الموثقة، كان في كلمة المواصفة كانت بتيجي صراحة وبتقول مطلوب هنا وثيقة أو إجراء ومطلوب هنا سجل. لكن في الإصدار الجديد في متطلبات المواصفة تم إلغاء أو استبدال كلمات زي الإجراء والسجل بكلمة المعلومات الموثقة. يعتبر تغيير شكلي إلى حد ما، ولكن الغرض منه إن هو يكونش إن لازم يبقى إجراء يبقى لازم ورق ومكتوب، أو لازم السجل يكون ورق ومكتوب، أو إن إحنا نقتصر في عملية التوثيق على النماذج والإجراءات والسجلات المكتوبة. فبقى الموضوع مفتوح ومتاح إن إحنا نقدر نستخدم التوثيق الإلكتروني. لو إحنا عندنا مثلا سيستم ARP أو Oracle أو أين كان بنستخدمه جوه الشركة، نقدر نعتمد النماذج والسجلات المستخدمة في الأوريكل من ضمن السجلات الخاصة. عذرا معلش، هو في حد بيقول إن الصوت مش شغال، هو الصوت عندنا تمام، بستأذنكم بس في الشات كده تقولوا لي إذا كان الصوت شغال عند الناس كلها ولا مفيش صوت. طيب تمام. باشمهندس احمد ممكن حضرتك تشوف المايك عندك في الجهاز، جرب واحنا مع بعض ان شاء الله. تمام يا شباب. طيب فكلمه المعلومات الموثقه فتحت المجال شويه لان احنا نستخدم كل الوسائل المتاحه. الايميل بقى معترف بيه رسميا انه طريقه من طرق التوثيق. الواتساب ايفن لو انا عندي طريقه ان انا اعمل بيها كنترول من المحادثات دي واسيفها على سيرفر للشركه وخلافه، اقدر اعتمد دي طريقه في للتوثيق وطريقه ما حد المراجع ما يقدرش يجادل معايا ما دام انا عندي الضوابط الضروريه للتحكم في المراسلات الواتساب دي من خلال مثلا ان انا عامل ادمن للجروب هو المسؤول، او للجروب الواتس ده هو اللي مسؤول عن الكوميونيكيشن بتاعه الجروب ومش مسموح لحد تاني ان هو
يعمل اي نوع من انواع الكوميونيكيشن او يبعت اي حاجه غير من خلال الواتساب دي، سواء فويس سواء دوكيومنتيشن او اي حاجه بيتم تداولها على جروب الواتساب، بتتحفظ على سيرفر خاص بالشركه. باشمهندس احمد، في ايقونه كده مكتوب شبه علامه الهيدفون او السماعات على الشمال، لو حضرتك دوست عليها. طيب هو بيقول الصوت مش شغال. طب ثواني يا شباب بعد اذنكم، معلش هقول له بس ازاي يشغل الصوت. هو للأسف خرج. طيب أوكي نكمل. هنشوف إن شاء الله مع بعض إزاي بنستخدم إزاي نعمل وثيقة، وهناخد مثال لأحد الإجراءات وهو يعتبر من الإجراءات الحديثة في المواصفة، وهو إجراء السياق زد مع بعض إن شاء الله في شرح بند 7.5. نيجي الأول بند معانا وهو بند الموارد. المواصفة بمنتهى البساطة قالت إن الشركة مطلوب منها توفر الموارد زي الموارد البشرية، البنية التحتية، الموارد الخاصة ببيئة العمل، وحاجات كتير قوي في البند. طب يعني انا اوفر الموارد، المراجع هيراجع عليها ازاي ومين المسؤول عن البند ده؟ بند 7 في الغالب اغلب متطلبات البند في بند 7.1 خاصه بالتوب مانجمنت. في الاصدارات القديمه للناس اللي ما حضرتش معانا قبل كده، كان في حاجه اسمها التوب سوري المانجمنت ريبريزنتيف او ممثل الاداره العليا. ده شخص كان ان هو بيكون مسؤول عن تمثيل الشركه قدام الجهات الرسميه وجهات المراجعه وعن تطبيق متطلبات المواصفات. لكن نظرا لان القصه دي كان ليها مساوئ كتير، زي ان الاداره العليا بتبقى بمعزل عن المواصفه وعن متطلباتها واذا كانت فعلا بتطبق على الارض ولا لا، فبالتالي تم الغاء الممثل الاداره واعتقاد وتسال او تتابع بنفسها تحقيق متطلبات المواصفه على جميع المستويات. فبالتالي بند توفير الموارد هو بند بيسال فيه الاداره العليا. ومنتهى البساطه المواصفه قالت ان الاداره العليا مسؤوله انها توفر الموارد. واحد هيقول لي طب انا الاداره العليا هتوفر موارد بشريه زي مع الناس والكلام ده كله؟ لا، هو بمنتهى البساطه بيفوض جزء من صلاحياته لاداره زي الاتش ار تكون هي المسؤوله عن توفير الموارد البشريه المطلوبه لتنفيذ متطلبات المواصفه ولسد الاحتياجات البشريه المطلوبه. لكن هو بيكون مسؤول عن انشاء، لازم يوفر بنيه تحتيه وخلافه، برضه مش هو اللي بيعمل القصه دي بنفسه، لكن هو مسؤول ان هو يتاكد ان البنيه التحتيه مهيئه وجاهزه لتحقيق متطلبات المواصفه، عندنا المكن اللي مطلوب للتشغيل، عندنا المباني اللازمه للتخزين. كل جزء في المواصفه اصبح تقريبا الزاميا على الاداره العليا. الجزء الخاص ببيئه العمل ومش مناطق التشغيل، لا هو هنا بيتكلم عن البيئه من ناحيه العوامل الاجتماعيه والنفسيه والطبيعيه، وان ما يكونش فيه تمييز او عنصريه. والكلام ده يمكن مش موجود عندنا شوية في مصر، بحكم ان احنا اغلب العمالة او اغلب العاملين في الشركات بيكونوا مصريين. يمكن الشركات المالتي في من جنسيات مختلفة، الخليج برضو عندهم نفس القصة دي، بيبقى في اكتر من جنسية في قلب المكان، وبيبقى مطلوب من الادارة ان هي توفر لكل جنسية او لكل فئة دينية من الفئات اللي موجودة في قلب المكان الظروف البيئية او بيئة العمل المناسبة ليها. يعني مثلا في بعض الناس زي في الهنود مثلا لهم طقوس معينه وليهم بركوشه معينه في معتقداتهم الدينيه وما الى ذلك، فبالمواصفه ان هو يوفر للافراد دول احتياجاتهم، ما يبقاش في تمييز وعنصريه، ما يبقاش في طرد تعسفي للعماله، ما يبقى في حمايه نفسيه، الا جانب بقى العوامل الطبيعيه اللي هي درجه الحراره والرطوبه والاضاءه المناسبه، وان ما يكونش في ضوضاء عاليه. لان خلينا ناخد الموضوع شويه من زاويه عمليه، انا دلوقتي لو شغال كم بعد 3 4 ساعات بالظبط هبدا افقد تركيزي وافقد قدرتي على ممارسه الاعمال اللي انا بقوم بيها، وبالتالي ده هيدي تاثير سلبي على مردود العمل اللي انا بقوم بيه. وبالتالي ظروف العمل هنا وبيئه العمل الطبيعيه اللي هي درجه الحراره والرطوبه والاضاءه ايفن حاجه مهمه جدا. لو انا في مكان مثلا انا من المهام الوظيفيه اللي بيقوم بيها العماله ان هو عمليه سورتنج او فرز للمنتجات بتاعه الشركه، لو انا مش موفر في منطقه الفرز دي اضاءه كافيه، بالتالي ده هياثر تاثير سلبي على عمليه الفرز. اقل حاجه ان الافكتيفنس او الكفاءه بتاعه عمليه الفرز. الجزء الخاص بيئه العمل دي حاجه مهمه جدا ولازم الاداره توفرها، ودي من الحاجات يعني الجزء الخاص بالموارد ما بيبقاش جزء خاص او المراجعه بتاعته ما بتبقاش ورق،
يعني المراجع مش هيجي يسألك يقول لك انت وفرت الموارد ازاي، لا هو بمنطلبه زي التدريب، زي عملية المعايرة، زي مثلا اعمال الصيانة، زي عمليات الشراء وإدارة المواد المشتراة والحاجات دي كلها، وبيشوف هل انت فعلا الحاجات، يعني انت المعايرة دي بتحتاج موارد مالية، التدريب هيحتاج موارد مالية، عملية التعيينات اللي بتتم من خلال الاتش ار هتحتاج موارد مالية، وهتحتاج ان انا اقف متوفر، ولا احنا عندنا مشكلة ما عملناش تدريب السنة دي، كل التدريبات عندنا عاملينها داخليا ما دربناش حد من بره. هي المواصفة ما اشترطتش صحيح ان انت تدرب حد، ان يبقى عندك تدريب خارجي، لكن انا محتاج كمراجع اطمن ان انت كشركة بتوفر فعلا الموارد. فجزء من الموارد دي هي الموارد المالية، كنا احنا كشركة محققين او موفرين الموارد ولا لا، عن طريق ان هو يتأكد ان احنا فعلا وفرنا موارد لعمليات زي المراجعة وزي التدريب والتعيينات وخلافه. وبالتالي لو انا ما عنديش تدريب داخلي، فدي بتبقى حاجة مقلقة شوية للمراجع، هي ما بتبقاش حالة عدم مطابقة بس برضو عشان الناس ما تتلخبطش، لكن هي بتبقى حاجة مؤوف ان احنا مقفلين الورق لزوم الاوديت. لكن هو مش شرط ان انا اعمل تدريب خارجي، لكن لو في الامكان ان انا اعمل ده يفضل طبعا ان انت تعمل التدريبات بشكل دوري للموظفين. لكن لو انا مش هقدر او مش عامل في خطتي السنه دي ان في تدريبات خارجيه، على الاقل يبقى انا عندي الاجهزه متعايره وعندي شخص بالتعيينات، ما يبقاش عندي طلبات للتوظيف جايه من الادارات المختلفه وانا كاداره اتش ار ما استوفتهاش، لان دي من ضمن الحاجات اللي بتتاخد كانديكيتور على تحقيق بند الموارد. المواصفه كمان قالت لازم الشركه تتاكد ان الموارد دي متاحه ومناسبه وكافيه لمتطلبات عمليات. حضرتك جالك طلبات توظيف ك اتش ار، هل انا عملت اعلانات وجبت ناس وعملت معاهم انترفيو ومالوا ابلكيشن لحد المرحله دي، انا كده حققت المطلوب ان انا اعلنت عن الوظائف الشغاله عندي، بدات اعمل انترفيو مع ناس او مقابلات مع الناس، الناس جت واستلمت شغل. حتى لو الناس دي مشيت بعد، اي نعم انا هيبقى عندي مشكله ولازم احل، لازم اشوف هي الناس بتمشي ليه، لكن انا اشتغلت على جزء الخاص بتوفير الموارد وبالفعل الناس جت واستلمت شغلها. لكن هيبقى عندي مشكله ان الموارد دي برغم انها متاحه الا انها مش مناسبه، بدليل ان الناس بتمشي. انا عندي مشكله في اداره الموارد اللي هي البشري، من اهم الموارد اللي المواصفه بتركز عليها. وفي بند، يعني في بند الموارد ده هو اتكلم عنه جمله في بند 7.1، ورجع اتكلم عن عمليات التدريب والتوعيه في بند 7.2 وفي 7.3، حرصا من المواصفه ان هي بتقول للشركات اللي هتطبق خلي بالك انت عندك لا معنى ان انا عندي مصنع بقمه التكنولوجيا اللي موجوده على مستوى العالم وعندي انشاءات وبنيه تحتيه فوق الممتازه، بس ما عنديش موارد بشري، المكن ده كله والانشاءات دي كلها تكون بلا معنى، لانه ما فيش حد يشغلها، ما فيش حد يستثمرها ويستفيد منها. بالتالي لو انا ما عنديش موارد بشري قوي، يبقى حتى النشاط بتاعي ذو قيمه، لان زي ما قلنا ما فيش الايدي العامله اللي تحرك المورد ده. لكن المواصفه ركزت شويه على حته الرصد والقياس، وقالت ان الموارد اللي الشركه مطلوب توفرها لازم تكون مناسبه وكافيه لعمليات الرصد والقياس، وعمليات الرصد المنتج فقط، يعني في جزء رصد وقياس خاص بالمنتج لعمليات مراقبه الجوده من لحظه وصول الماده الخام مرورا بمراحل التصنيع المختلفه الى لحد ما يوصل المنتج للعميل. دي رصد وقياس، ولكن رصد وقياس لخصائص ومتطلبات لخصائص المنتج ومتطلبات العميل. لكن في رصد اللي بيتم من خلال اداره او قسم توكيد الجوده، ان انا اتاكد ان كل العمليات اللي عندي بتتم وفقا للمعايير اللي انا محددها في الاجراءات وفي النظام عندي، وان اي حيود بيتم رصده وبيتم عمل الاجراءات التصحيحيه اللازمه للسيطره عليه. فاللي هيعمل الكارير قوي وعنده كفاءه وعنده وعي بالمهام والمتطلبات الوظيفيه اللي هو هيقوم بيها، فبالتالي هيكون عندي مشكله. لو احنا فاكرين في البند الخاص بالهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، المواصفه اشترطت ان انشاء الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي يتم طبيعه نشاطها وتعقد العمليات جواها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اجي اعمل هيكل تنظيمي ووصف وظيفي، ما ينفعش ان انا اجيب هيكل تنظيمي من على النت واجي اروح طبعه وهو ده الهيكل التنظيمي بتاعي. لا، مش بالضروره ان العمليات اللي بتتم في شركه هي اللي انت نزلت العمليات اللي بتتم عندك، لا، حجم النشاط عندك وحجم العمليات وتعقد العمليات عندك هيكون مختلف عن اي شركه تانية، حتى لو حضرتك او حتى لو الشركه دي في نفس مجالك ونفس النشاط الخاص بيك. لازم اعمل الهيكل طبقا للتسلسل الوظيفي اللي عندي. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا انا في الشركه شركه مساهمه، فهيبقى في مجلس الاداره وهيبقى في رئيس لمجلس الاداره، رئيس مجلس اداره وعضو منتدب واعضاء لمجلس الاداره.
لكن في شركة تانية ممكن قانون للشركات، شركات المساهمة دي بتبقى ليها وضع مختلف شوية عن الشركة ذات المسؤولية المحدودة دي. خلينا نبسط الموضوع شوية، يعني بالبلدي كده مبقاش فيها مجلس إدارة، هو بيبقى فيها مدير عام، ده أعلى مستوى إداري ممكن يكون موجود في الشركة. فبالتالي لو أنا جبت هيكل تنظيمي بتاع شركة، الشركة دي هيبقى عندها مسمى زي رئيس مجلس الإدارة وزي العضو المنتدب، وليهم وصف وعندها وصف وظيفي للوظائف دي، لكن أنا أصلا ما عنديش الوظائف دي عشان أستخدم الهيكل بتاعهم. فلازم أراعي في إعداد الهيكل التنظيمي بتاعي القصة دي، إن أنا نظام شركتي عامل إزاي، وإيه المستويات الإدارية اللي عندي والوظائف اللي عندي، وأعمل الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي بناء على حاجة. عشان ما نخرجش بره الموضوع كتير، اشترطت إن لازم الموارد دي لازم أضمن استمراريتها وكفاءتها لتحقيق الغرض اللي أنا جبتها أو اللي أنا دخلتها الشركة عشانه. يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي جايب أو عينت فريق من الناس أو عينت تيم للجودة عشان يقوم بمهام وظيفية معينة، لازم أتأكد هل التيم ده أو هل الشخص ده بيحمل التقييم بعد 3 شهور، هل فعلا الشخص ده مناسب لشغل الوظيفة دي وبيحقق المهام الوظيفية اللي مطلوبة منه، ولا هو مش مناسب للوظيفة. طبعا في بعض الشركات بتستخدم موضوع التقييم بعد 3 شهور ده أو بعد فترة ده استخدام سيء، يعني خلينا بعيد عن بالا. ده أبسط مثال على فكرة إن إحنا لازم نضمن استمرارية وكفاءة الموارد. يا هندسة، المحاضرة متسجلة إن شاء الله. طيب نيجي البند 7.2. بند 7.2 بيتكلم عن الكومبتنت أو الكفاءة. يعني إيه الكفاءة؟ الكفاءة بمنتهى البساطة عشان أقدر أوصل لحضراتكم الوظيفة، الوظيفة دي ليها متطلبات لشغل الوظيفة. كل وظيفة في حاجة اسمها كده متطلبات شغل الوظيفة. يعني إيه متطلبات شغل الوظيفة؟ يعني عشان أعين شخص مثلا مهندس جودة، فأنا بشترط إن الشخص ده كشركة يكون حاصل على دورات معينة في مجالات معينة، بيجيد لغات، بيجيد استخدام مهارات معينة، دي اسمها متطلبات شغل الوظيفة. فعشان كده المواصفة قالت لك لما تيجي تختار الموارد البشرية اللي عندك لازم تختار الموارد دي بناء على الكفاءة، اللي هي الخبرة، المستوى التعليمي أو التعليمي والمهارات الشخصية. عشان كده المواصفة قالت لازم يتم تحديد الكفاءة اللازمة للأفراد القائمين بعمل خاضع لسيطرتها، ومش بس كده، وليه تأثير على أداء وفعالية النظام. زي مين؟ زي التيم بتاع الجودة. ما جيش اختار يبقى ابن صاحب الشركة عشان هو ابن صاحب الشركة فاحنا شغلناه مدير الجودة، لا، هو ايه مؤهلات الراجل ده وايه خبرته وايه هي التدريبات اللي هو حصل عليها، اللي هو محصلة التلاتة دول اللي هي الكفاءة، المؤهلات والخبرة والتدريب. التلاتة دول هم اللي مقصود بيهم الكفاءة. هل الشخص، هل هو حصل على عنده الخبرة الكافية للقيام بالمهام الوظيفية اللي مطلوبة منه ولا لا؟ هل هو عنده خبرة في المجال ده ولا ما عندوش؟ حصل على التدريبات ليها علاقة بالمجال اللي عمله ولا لا؟ عشان كده المواصفة قالت لك لازم التأكد من أن هؤلاء الأفراد مؤهلين على أساس التعليم والتدريب والخبرة التلات. مش بس كده، قال لك كمان لازم المؤسسة تتخذ الأفعال اللازمة لإكساب الكفاءة اللازمة للأفراد. يعني إيه؟ يعني أنت دلوقتي على سبيل المثال حضرتك جالك موظف على درجة وظيفية معينة، الصوت تمام، في حد بيقول الصوت بيقطع. فترة التقييم قانونيا هي بعد 3 شهور، مفيش شهر دي، بعد فترة التقييم بيكون بعد 3 شهور. دكتور أحمد الصوت بيقطع. طيب هو أنا يعني أستأذنكم بس سريعا كده تقولي لي لو الناس كلها عندها مشكلة في الصوت ولا هي حالة فردية. هو بس نتأكد بس الشباب إن إحنا عندنا نت أو الشبكة عندنا كويسة، لأن دي هتقصك أنت بس. طيب أنا هحاول أنقل المكان اللي أنا فيه عشان الشبكة بس. طيب كده تمام ولا لسه بيقطع؟ تمام يا فندم، تحت أمر. طيب نكمل. أنا دلوقتي جالي شخص على وظيفة مثلا وليكن كيميائي معمل مثلا، وانا محدد لمتطلبات شغل الوظيفه دي ان هو يكون بكالوريوس علوم قسم كيمياء مثلا، ومحدد انه لازم يكون خبره مثلا 3 سنين في الوظيفه، محدد كمان ان هو يبقى حصل تم اختيار او عندي ناس تقدمت للوظيفه دي، واحد المرشحين لشغل الوظيفه هو خبره
وبكالوريوس علوم قسم كيمياء، لكن مش حاصل على التدريبات اللي انا محتاجها. ففي الحاله دي قدامي حل من الاثنين، يا اما انا هختار الشخص ده وانا ادربه على التدريبات اللي انا مشترطها كاحد متطلبات شغل الوظيفه، او ان انا هرفض الشخص ده وادور على شخص ينطبق عليه الشروط اللي انا عايزها بالتفصيل. وفي الحقيقه ده بيكون صعب شويه مقارنه، يعني مش ده الشروط اللي انت عايزها، فبالتالي بيكون الاختيار دايما لاكتر حد مناسب او مؤهل لشغل الوظيفه. فعشان كده المواصفه قالت لك لو انت اخترت حد هو الانسب من ضمن المتقدمين لشغل الوظيفه، ولكن كفاءته مش 100% طبقا للي هتعمل رفع كفاءه الشخص ده عن طريق ان انت تعوض له الجزء اللي هو مفتقده، سواء بقى بالتدريب، سواء ان انا ادربه عمليا على متطلبات شغل الوظيفه اذا كان هو مثلا ما عندوش خبره في المجال، واحطه تحت الاختبار فتره، وبعد الفتره دي اقيم هل هو فعلا هيتجاوب وهيتعلم، ولا هستغنى عنه واشوف حد تاني. المحاضره ان شاء الله مسجله وهتترفع على جروب التليجرام بعد المحاضره على الجروب، لو عشان لو حد عنده مشكله في الصوت ولا حاجه ان شاء الله التسجيل هيبقى كويس ما تقلقوش، والبرزنتيشن كمان بيتم ارسالها مع تسجيل المحاضره. المواصفه قالت لك كمان لما تيجي تعمل تدريب عندك لازم تحتفظ بالمعلومات الموثقه. هو عايز ايه بقى في البند ده؟ احنا عرفنا متطلبات البند، نعمل ايه بقى عشان نرفع الكفاءه ونحقق الكفاءه والكلام ده كله؟ هو للاسف مفيش شهادات للحضور يا فندم، واحنا اتكلمنا في الجزئيه دي قبل كده، حاليا مفيش شهادات للحضور، لكن ان شاء الله هنحاول في البرامج اللي هنقدمها الفتره الجايه هنحاول نظبط ان شاء الله موضوع الشهاده ده. طيب احنا كشركه بنطبق طلبات بند 7.2 ده نعمل ايه؟ وبمنتهى البساطه المواصفه قالت لك احتفظ بالمعلومات الموثقه. وقبل ما ندخل ازاي نحقق متطلبات البند دي، خليني اشرح حته سريعا كده ليها علاقه بالمعلومات الموثقه. في الاصدارات القديمه احنا قلنا قبل كده كان في بيقول هو عايز هنا اجراء، هو بقى شال كلمه اجراء وسجل دي وحط مكانها كلمه المعلومات الموثقه. انا افرق ما بين الاثنين ازاي؟ انا اعرف هو هنا عايز سجل ولا عايز اجراء ولا عايز وثيقه، ولا اعرف القصه دي ازاي؟ في الفيرجن الانجليزي من المواصفه هتلاقي في اخر كل بند هتلاقي سطر كده بيقول لو هو عايز شال مينتين ا دوكيومنتد انفورميشن او ريتين ا دوكيومنتد انفورميشن. يبقى انا عندي مصطلحين اثنين، يا اما مينتين يا اما ريتين. الاثنين معناهم بالعربي حفظ او الاحتفاظ، لكن كلمه مينتين في الانجليزي وفي المواصفه لما يقول لحضرتك اورجانيزيشن عايز اجراء عايز وثيقه، ما ينفعش تيجي تقول يجي يقول لك دوكيومنتد انفورميشن وحضرتك تعمل سجلات بس. بطبيعه الحال انا عشان اعمل سجل او نموذج او فورم واسجل فيه اوثق فيه الشغلانه بتاعتي، ما انا عشان اعمل سجلات للتدريب مثلا اللي هو عايزها في بند 7.2 اللي احنا بنتكلم عليه، لازم يبقى عندي اجراء بيشرح ازاي عمليه التدريب بتتم، وانا ازاي هخطط للتدريب وهنفذه ازاي وهتابع التنفيذ ده ازاي وهقيم عمليات التدريب دي ازاي. لازم يبقى عندي وثيقه بتشرح ازاي هعمل الشغلانه دي كلها. جزء من الات اللي انا هستخدمها في عمليه ان انا اعمل خطه التدريب، وان انا اعمل اختارات للناس بمواعيد التدريب، والاتندد شيت بتاع التدريب والايفالويشن بعد انتهاء التدريب، كل دي سجلات انا هستخدمها اثناء تنفيذ عمليه التدريب اللي هو عايزها كبند 7. فكده ان في بند 7.2 هو بيتكلم عن التدريب، ومنتهى البساطه هو في بند 7.1 قال لك وفر الموارد البشريه والبنيه التحتيه وبيئه العمل، وجه في بند 7.2 لاهميه الموضوع قال لك انت وفرت الموارد البشريه اللازمه. خلي بالك بقى الموارد دي لازم تتاكد ان الموارد دي كفء كفايه ان هي تحقق اللي انت كفائتهم عن طريق التدريب. مش بس كده، ده هيجي في بند 7.3 زي ما هنشوف دلوقتي وهيقول لك الافراد دول اللي انت عملت لهم تدريب واخترتهم او وفرتهم طبقا لاحتياجاتك، لازم تتاكد ان هم على وعي بمجموعه من الحاجات. اولهم السياسه، سياسه الشركه لازم تعمل لهم توعيه عليها وتقول لهم يعني ايه سياسه، وتعرفهم محتوى السياسه ده ايه، والسياسه بتاعه الشركه بتتكلم عن ايه. طبعا كل واحد على مستوى وظيفته، يعني ايه كل واحد على المستوى الوظيفي بتاعه؟ يعني انا مثلا مش هاجي لعامل واقول له ان السياسه بتاعتنا ان احنا نحقق رضا العميل، ان احنا نوفي نتطابق مع متطلبات المواصفه الايزو، ان احنا حريصين على تحقيق المتطلبات القانونيه والتشريعيه. هو اصلا مستوى الثقافي مش هيستوعب الكلام كله اللي انت بتقول اللي احنا قلناه ده. ليه؟ لان هو حدود وظيفته
لكن على مستوى اداري اعلى شويه كمهندس مثلا او كرئيس قسم او كمشرف قسم، لا الكلام هيختلف. وكل ما المستوى الاداري او الوظيفي هيزيد، كل ما بيكون توقع المراجع ليه مردود الناس دي ومدى وعيهم بمتطلبات المواصفه هيزيد. يعني مثلا لما بيجي المراجع يراجع على بند التوعيه ده، ده بند من البنود اللي ما بيجي عن طريق الانترفيو، عن طريق ان هو بيسال الناس اللي شغالين في المكان. فمثلا لو ما بيجي مثلا للمدير عام الشركه او لرئيس مجلس الاداره او للتوب مانجمنت ويجي يساله مثلا عن اهداف الشركه وسياسه الشركه، فهو متوقع ان الرد هيكون على المستوى الوظيفي ده انه هيتكلموا عن اهداف الشركه الخمس سنين الجايين عاملين ازاي، والتواجد الشركه عندنا ان هي بتحقق متطلبات العميل وي وي وي. فهيبقى حجم ومستوى الكلام اللي هيتقال مش هيبقى يعني هيبقى على المستوى الوظيفي بتاعه. لكن لما اجي اسال لما يجي يسال العامل، فهيكون كفايه قوي ان العامل يقول له ان السياسه بتاعتنا ان احنا ننتج نحقق متطلبات العميل. ده ممكن يكون مقبول على مستوى العامل او حتى مشرف القسم، لكن مهندس او رئيس ورديه او مدير اداره لا، الوضع هيبقى مختلف شويه. فالمواصفه قالت لازم انت كاداره شغل وعي بالسياسه والاهداف ودورهم جوه النظام ايه، والاثار السلبيه المترتبه على عدم التطابق مع متطلبات المواصفه هيكون ايه. يعني ايه؟ يعني بمنتهى البساطه، انت حضرتك عملت وصف وظيفي لكل وظيفه عندك. الوصف ده بيقول متطلبات كل شخص جوه الشركه. مبقاش الوصف الوظيفي ده ورق احنا عملناه واتحط في الدرج، لا، لازم تجيب كل واحد من الناس اللي موجودين في الشركه وتعمل له التوعيه وتدريب بالوصف الوظيفي بتاعه. تقول له والله انت دور حضرتك 1 2 3 4. طبعا كل واحد على حسب وظيفته وعلى حسب ومستوى الثقافه بتاعه، فهتبدا اداره محل عمله بمهام العمل الخاصه بيه. يبقى انا كده عملت لهم توعيه عن مساهمتهم في فعاليه النظام، عشان اعمل الوصف الوظيفي ده طبقا لمتطلبات المواصفه وطبقا لاحتياجاتي كشركه. الوصف الوظيفي ده بيقول ادوار الناس جوه الشركه عامله ازاي. طب انا المواصفه بتقول لازم توعي الناس، فابدا اعمل لهم التوعيه دي، سواء بقى في الانترفيو لما يجي الناس او في اول يوم في استلام العمل مثلا، اسلمه نسخه من الوصف الوظيفي واعمل له التوعيه عليه وادربه، او ان انا اخلي رئيس المباشر هو اللي يسلمه نسخه من الوصف الوظيفي ويبدا معاه اول اسبوع مثلا تدريب على مهام عمله. في الناحيه الثانيه بقى، لازم الناس تبقى عامة الوظيفيه الخاصه بيهم ايه هتكون نتيجه الكلام ده. يعني لو الراجل بتاع الانتاج ما حققش المطلوب منه، لو الراجل بتاع الجوده ما التزمش بمهام عمله، ما راقبش على جوده الوريدات، ما راقبش على جوده العمليات، هتكون النتيجه ايه؟ طبعا هتكون نتيجه كارثيه. لازم يبقى زي ما انا بقول له دورك ايه، اقول له كمان لو انت ما عملتش دورك ده هتكون النتيجه ايه. طيب نيجي لبند جديد وهو بند الكوميونيكيشن. الحقيقه ده بند من البنود القديمه في المواصفه وتعتبر من البنود الاساسيه. المواصفه بمنتهى البساطه قالت لحضرتك انت عندك نوعين من الاتصالات، يا اما اتصالات داخليه يا اما اتصالات خارجيه. يعني ايه اتصالات داخليه وخارجيه؟ يعني حضرتك على مستوى الداخلي انتاج بتتواصل مع اداره المخازن عشان تطلب منها الخامات اللي هي عايزاها، اداره المخازن بتتواصل مع اداره المشتريات عشان تبلغهم باحتياجاتهم من الخامات اللي هم عايزين اللي ناقصه عندهم. فكل اداره او الادارات جوه الشركه بتتواصل ما بينها وما بين بعضها عشان بخصوص موضوع او اكتر من الادارات بتتواصل كمان مع الاداره العليا بخصوص المشاكل ومتابعه العمل عشان يرفعوا تقارير. مديرين الادارات بيرفعوا تقارير للاداره العليا عشان يقولوا لها موقف الشغل في كل اداره عامل ازاي. ده على المستوى الداخلي. طيب انا عندي عميل هتواصل معاه ازاي ومين المسؤول عن التواصل ده؟ عندي مورد، مين اللي هيتواصل معاه ومين المسؤول ان هو يبلغه مواصفه الخامات اللي انا محتاجها، ومين اللي هيراقب على الواردات؟ دي هي بالبلدي كده او بمنتهى البساطه هي الكوميونيكيشن. الاثنين قالت لك حدد الاطراف المعنيه داخليا وخارجيا. وجت في 7/4 قالت لك بقى قول لي هتتواصل ازاي مع الاطراف دي. مش الاطراف المعنيه قلنا في بند 4/2 قلنا الاطراف المعنيه داخليا هم الموظفين، الادارات ما بينها وما بين بعضهم، وخارجيا على سبيل المثال قلنا العملاء والموردين والجهات الرقابيه. انت هتتواصل ازاي مع الناس دي؟ فلازم احط اليه موثقه لكيفيه التواصل مع الجهات او الاطراف المعنيه داخليا وخارجيا. والمواصفه قالت لك وانت بتحط الاليه دي وانت بتحدد طريقه التواصل سواء داخليا او خارجيا، لازم تتواصل مع الناس دي عن ايه؟ انا هتكلم مع الادارات ما بينها وما بين بعضها، هتتواصل بخصوص ايه؟ هتواصل مع العميل، هتواصل مع مورد، هتواصل مع جهه قانونيه، هتواصل معاها بخصوص ايه؟
تاني حاجة، مين المسؤول إن هو يتواصل مع الأطراف دي؟ يعني هل مديرين الإدارات لازم كل طرف من الأطراف المعنية أحدد مين المسؤول عن التواصل معاه؟ تالت حاجة، إزاي هتواصل مع الأطراف دي؟ هل أنا هعتمد بس على المراسلات أو عمل الاتصال الهاتفي؟ هل أنا هعتمد على الإيميلات؟ هل هعتمد على المراسلات الكتابية؟ هل الاتصال هيكون بزيارة مقر التواصل دي؟ هتتم إزاي؟ هتواصل مع الناس دي إزاي؟ يبقى احنا عندنا 4 حاجات: هتواصل بخصوص ايه، مع مين، مين المسؤول عن التواصل ده، وازاي هيتم. طيب نعمل ايه بقى عشان نحقق متطلبات البند ده؟ في الحقيقه المواصفه ما اشترطتش اليه محدده لتوثيق عمليات التواصل او الاتصال، هم يعتبروا البيست براكتس او الممارسات المثلى لتطبيق البند ده. يا اما في بعض الناس بتحط جوه الوصف الوظيفي لكل وظيفه الكوميونيكيشن الخاصه بيها، فبيجي مثلا في الوصف الوظيفي بتاع مدير المبيعات او من مناديب البيع، او ان هي المسؤوله عن تتواصل معاه بخصوص استقبال طلبات التوريد واستقبال طلبات العملاء والرد على شكاوي العملاء وي وي وي. فهو كده قال هو مين المسؤول كبوزيشن، سواء مدير مبيعات او مندوب مبيعات. تاني حاجه، هو قال هيتواصل بخصوص ايه، هيتواصل معاه بخصوص تساؤلاته، هيتواصل بقى عن طريق الايميل، عن طريق الواتس، عن طريق التليفون. فهو جاوب او حقق متطلبات المواصفه عن طريق الوصف الوظيفي او بطاقات الوصف الوظيفي اللي هو عملها. في اوبشن تاني يعتبر مكمل للاوبشن ده، او في جزء كمان مكمل للجزئيه دي، ان هو عمليه هتتم بيكون في وثيقه، او الوثيقه دي بقى اجراء، تعليمات عمل، ايا كان اسمها ايه مش هنختلف فيه دلوقتي. الوثيقه دي بتشرح ازاي الشغلانه دي بتتم، يعني مثلا اجراء المبيعات، فهو بيشرح ازاي بتتم عمليه البيع من A to Z، من اول استلام طلب العميل لحد شحن المنتج. فبيجي في جزء من الاجراء وبيشرح ازاي عمليه التواصل مع العميل بتتم، وازاي بنستقبل طلبات العميل وبنسجلها فين، والقصه دي كلها. هو كده وثق مع الوصف الوظيفي والشرح في الاجراء اللي بيشرح الشغل اللي المواصفه عايزاه. طيب الخيار الثاني، هو مش هيعمل ده كله، او ممكن يعمل ده كله ويزود عليه حاجه اسمها اجراء الاتصالات. الاجراء ده بمنتهى البساطه هو بيقول في ازاي هو وثق عمليه، ازاي عمليه التواصل الداخلي ما بين الادارات وبعضها بتتم، ومين المسؤول عن التواصل في كل اداره مع الادارات الثانيه. الطريقتين صح، ما فيش طريقه منهم افضل من طريقه، كل القصه مرتبطه بازاي انت هتستخدم الطريقه دي او الطريقه دي، وايهم انسب ليك على حسب نشاط الشركه عندك وعلى حسب تعقد العمليات اللي عندك. بند 7.5 بيتكلم عن الدوكيومنتد انفورميشن او المعلومات الموثقه. البند ده بيتكلم عن ان المواصفه جت في اخر كل بند وقالت بعض البنود دي لازم تحتفظ بيها، او المتطلبات البند لا لازم تحتفظ بيهم كمعلومات موثقه. زي ما قلنا من شويه، هي كل الوثائق والسجلات اللازمه لتحقيق متطلبات المواصفه. يبقى اي وثيقه باي شكل، سواء بقى مكتوبه، مسجله على برنامج الكتروني، ايا كان الشكل اللي انا هستخدمه في المواصفه، ما اشترطتش اليه محدده. كل القصه المواصفه قالت لك انت مطالب بحاجتين اتنين: ان الشركه يجب على ان تضمن المعلومات الموثقه لنظام اداره الجوده. حاجتين، الحاجه الاولانيه المعلومات الموثقه اللي المواصفه تيجي وتقول ان البند ده مطلوب يتم حفظه كمعلومه موثقه، يبقى دي البنود اللي المواصفه اشترطت عليها، او المعلومات الموثقه اللي المواصفه الدوليه طالباها. طب ايه تاني بس كده؟ لا، قالت لك كمان المعلومات الموثقه اللي الشركه نفسها حددتها وشايفه انها ضروريه. ايه يعني؟ المواصفه ما جاتش اشترطت وقالت لك لازم تعمل اجراء لرقابه الجوده، لازم تعمل اجراء للصيانه، لازم تعمل اجراء للمبيعات. هي اشترطت بعض المتطلبات في بعض البنود. ممكن ان المتطلبات دي تكون وظيفه لاداره معينه، مثلا زي اداره الاتش ار، هي اداره الاتش ار بتعملها، المواصفه طلبتها صراحه. لكن اداره تانية مثلا زي الصيانه او زي الجوده، المواصفه ما اشترطتش ان انت تحتفظ بمعلومات موثقه للكلام ده. لكن انت كشركه انت محتاج اداره الجوده، محتاج اداره الصيانه، ومحتاج يبقى عمليه الصيانه هتتم، وازاي عمليات مراقبه الجوده هتتم. فدي بالتالي هتكون معلومات موثقه الشركه هي اللي حددتها وشايفاها انها ضروريه للنظام. عشان كده المواصفه بتقول ان نطاق المعلومات الموثقه لاي نظام بيختلف من مؤسسه للتانيه على حسب حجم المنشاه ونوع انشطتها والعمليات والمنتجات. كذلك
تعقدات العمليات. يعني مثلا شركة بتنتج نوع واحد من المنتجات غير شركة تانية بتنتج أربع خمس أنواع من المنتجات على أربع خمس خطوط، فبالتالي العمليات هنا مور كومبليكس أكتر من الشركة اللي بتنتج منتج واحد. آخر حاجة مرتبطة بالقصة دي هي كفاءتها في كمديرين إدارات مثلا خارجين الجامعة الأمريكية ومعاهم شهادات MBA، فبالتالي حجم التوثيق هنا، وإن أنا أستخدم برنامج أوريكل أو برنامج ARP أشتغل عليه بدل الورق هيكون سهل، على عكس مثلا أنا بتعامل مع المديرين اللي عندي كلهم خارجين جامعات حكومية ومش هينفع أجيب لهم نظام ARP أو أوريكل وأقول لهم إن إحنا هنشتغل على النظام الإلكتروني ده، هياخد وقت ومجهود طويل جدا وممكن التجربة ما تبقاش ناجحة، على عكس لو أنا عندي الستاف المسؤول عن إدارة النشاط مؤهلين كفاية إن هم يشتغلوا بنظام الإلكتروني. موصلت لك وتحديث المعلومات الموثقة. يعني إيه بقى أحط، يعني إيه نحط آلية لإنشاء وتوثيق المعلومات الموثقة؟ الآلية دي بمنتهى البساطة تتميز في أو تتمثل في ثلاث حاجات. أول حاجة إن أنا أقول أنا هنشق، فأنا لازم أعمل تمييز ووصف للوثيقة دي. يعني إيه؟ يعني يبقى في اسم الوثيقة دي اسمها إيه؟ أميزها برقم، بكود، أقول مين، إيه هي يعني اللغة اللي أنا هكتبها بيها وأصدرتها إمتى، وهل أنا هسجلها على الكمبيوتر ولا هسجلها ولا هكتبها ورق. مراجعة والاعتماد، أنا هراجع الوثيقة كل قد إيه ومين اللي اعتمد الوثيقة دي. طب برضو يعني نعمل إيه؟ هنشوف مع بعض دلوقتي نعمل ايه بالتفصيل، وهناخد مثال على تفعيل القصة دي. بس قبل ما نعمل القصة دي خلينا نكمل بند 7.5.3 اللي بيتكلم عن ضبط. قالت يجب ضبط المعلومات الموثقة بهدف ضمان انها متاحة ومناسبة للاستخدام وانها محمية بشكل كافي. يعني ايه بقى اللوغاريتمات دي؟ يعني بمنتهى البساطة كل وثيقة احنا هننشئها زي ما قلنا ان هيكون ليها اسم وكود، لازم اتأكد ويبقى عندي نظام احمي بيه الوثيقه دي من انها تتم، ولازم اتحكم كمان او اتحكم كمان في عمليات التوزيع، وان الناس يبقى الوثائق بتاعتي ما تبقاش متاحه على الملأ، وان الوثائق دي قدره على استرجاعها واستخدامها تكون سهله ومتاحه، عمليات التخزين والحفظ. طيب لو انا هعمل تغيير في وثيقه لازم ابقى عندي اليه لضبط التغيير ده، واخر حاجه لازم اتحكم كمان في عمليه حفظ السجلات والوثائق، ولو انا لغيت وثيقه او سجل لازم ادير القصه دي. طيب احنا عمالين نقول متطلبات الموثقه ونشرح نتكلم عن المعلومات الموثقه، يعني ايه بقى نعمل ايه في القصه دي ونستخدمها ازاي؟ بمنتهى البساطه زي ما احنا شايفين كده في عندنا ست اجراءات اساسيه، هم دول يعتبروا اعمده نظام اداره الجوده. اول حاجه ان انا انشئ نظام لإنشاء ومراقبة الوثائق، اللي هو بقول فيه أنا بعد أو بنشئ الوثيقة بتاعتي إزاي وبميزها بإيه ومدة حفظ السجلات بتكون قد إيه ومين المسؤول عن الإعداد ومين المسؤول عن المراجعة ومين المسؤول عن الاعتماد والقصة دي كلها. تاني حاجة هو الانترنال أوديت، النظام بتاع المراجعة الداخلية، ده من أهم الأعمدة للنظام لأن ما لا يمكن قياسه لا يمكن تطبيقه. مش هقدر اعرف اذا كان هو محقق متطلبات المواصفه ولا لا، مش هقدر اعرف اذا كان في حيود عن متطلبات المواصفه ولا ما فيش، وبالتالي مش هقدر اعمل كنترول عليه. ثالث حاجه التعامل مع حالات عدم المطابقه. اربعه الاجراءات التصحيحيه، طبعا حالات عدم المطابقه والمراجعه الداخليه والاجراءات التصحيحيه في المحاضرات الجايه. طيب اخر حاجه هي السياسه والاهداف، دول متطلبات المواصفه اشترطتها صراحه وقالت لازم نحتفظ بيهم كمعلومات موثقة. لكن السقف بتاع أي نظام هو العمليات المختلفة، بيختلف على حسب نشاط الشركة وعلى حسب العمليات اللي بتتم فيها. فعلى سبيل المثال الـ HR والـ Customer Service، الـ Purchasing، الإنتاج والجودة والصيانة والمخازن. طيب خلينا نخرج شوية عن البرزنتيشن وناخد مثال لإجراء من الإجراءات اللي احنا بنعملها. بس قبل ما ناخد المثال ده خلينا نقول نشرح وتكويد للوثائق. زي ما احنا شايفين دلوقتي النظام الكودي ممكن يكون ان انا حميز الوثيقه اللي عندي عن طريق رقم، عن طريق كود. فمثلا احنا يعني من ضمن طرق التكويد مثلا في بعض الناس بتاخد
الحرف الاولاني من كلمه كواليتي والحرف الاولاني من كلمه بروسيجر، وبيقول مثلا كيو بي داش 01، وبيحط تاريخ الاصدار ورقم الاصدار، ده الاصدار رقم واحد والمراجعه رقم صفر، لسه ما عملتش مراجعه مثلا لو السيستم لسه حديث، ده بيكون نظام للتكويت. على نفس الوضع انا لازم اكود، انا كودت القصه دي. كودت النظام اللي عندي بالبدايه، احنا بنحدد اليه لانشاء الوثيقه. يعني ايه؟ يعني مثلا في بعض الشركات او بعض الانظمه في ناس بتقول والله احنا في انشاء الوثيقه لاول مره بنعمل مسوده للوثيقه دي، يعني انا مثلا عايز اعمل اجراء للانتاج فبعمل مسوده تتم، وايه هي النماذج اللي انا هستخدمها في تسجيل عمليات الانتاجيه المختلفه، مين المسؤول عن العمليه، مين المسؤول عن الرقابه على عمليه الانتاج، كل ما يتعلق بالعمليه، الموارد اللي انا هستخدمها. لو انتم فاكرين مفهوم السايبوك اللي احنا شرحناه في المحاضره، اتكلم فيه عن ان كل عمليه ليها مدخلات ومخرجات، والمخرجات او المدخلات دي بنجيبها من مجموعه او اكتر من الموردين، وان المخرجات دي بتروح لمجموعه او اكتر من العملاء. وقلنا كمان ان زي ما في موردين وعملاء خارجيين ففي كمان موردين وعملاء داخليين. فاحنا في الاجراء بنشرح العمليه، مثلا زي ما كنا بنتكلم من شويه عمليه الانتاج مثلا او عمليه انا هعمل ايه العمليات اللي بتتم عندي، ايه مدخلات العمليات دي، وايه هي المخرجات اللي بتخرج من عندي. والمخرجات دي زي ما قلنا قبل كده ممكن تكون الوثائق والسجلات اللي انا هستخدمها، ممكن يكون المنتج اللي هيطلع من العمليه او الخدمه، لو انا شركه بتقدم خدمات ما بتقدمش منتجات، فالمنتج الخدمه اللي انا هقدمها دي هي اللي هتكون المنتج او السلة دي. كده ازاي الشغلانه اللي احنا هنوصل من A to Z، المسؤولين عنها، الخطوات التنفيذ، مدخلات كل خطوه، مخرجاتها، ايه الانشطه اللي هتتم، ايه هي اخر حاجه، ايه هي السجلات اللي انا هستخدمها في توثيق العمليه دي. وزي ما احنا قلنا من شويه ان كل وثيقه تفايده الكود ده وفايد استخدامه ايه، لازم كمان السجلات اللي انا هستخدمها كمان يكون ليها اكواد. وزي ما احنا شايفين في البرزنتيشن دلوقتي، في بعض الناس برضو بيستخدموا الحرف الاولاني من كلمه فورم مع الحرف الاولاني من كلمه كواليتي، ويقول مثلا كيو معناها ان ده النموذج رقم واحد للاجراء رقم واحد، وبرضو بيحط تاريخ الاصدار ورقم الاصدار، ولو السيستم قديم شويه او النظام بقاله فتره فمع مرور الوقت احنا بنعمل ابديت او ريفيجن او مراجعه للنظام، فبالتالي بيحصل بعض التغيرات في الوثائق والسجلات اللي احنا بنستخدمها او للمراجعه، ورقم للتعديل والمراجعه برضو بيكون مثبتين على الوثيقه. طيب احنا زي ما حطينا نظام لانشاء الوثائق، فاحنا كمان هنحط اليه محدده لاداره عمليات التوزيع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده على الخط الخاصه بمتطلبات المواصفه، هو اجراء سياق الشركه. استاذن حضراتكم بس لو الصوره ظاهره تقولوا لي في الشات ان حضراتكم شايفين، لو مش شايفين تقولوا لي عشان اعدل العرض. السلام عليكم. طيب ثواني. تمام كده. طيب ده اجراء السياق، زي ما احنا شايفين كده الاجراء ليه كود اللي هو كيو اي بروسيجر 016، مكتوب كمان في الاجراء ده رقم الاصدار 21، عدد الصفحات اللي بيتكون منها الاجراء. بعد كده هنلاقي مكتوب مين اللي اعد والموقع الاداري او وظيفته ايه، ومين اللي راجع، ومين اللي اعتمد. هنلاقي كمان الوثائق او السجلات المستخدمة في تطبيق الإجراء. هنلاقي بعد كده الجزء الخاص بالتعديلات، لو في أي تعديلات في النظام فهنلاقي تاريخ التعديل ده في أي صفحة. هيكون كمان في جزء خاص بالتوزيع، يعني الإجراء ده موجود مع مين، ورقم النسخة اللي موجودة معاه فين. زي ما احنا شايفين كده كل ورقة موجودة عليها اسم الإجراء وموجود فيها الكود، زي ما انتم شايفين كده في الهيدر بتاع النموذج، او سوري كود الوثيقه ورقم الاصدار وتاريخ الاصدار بتاع الوثيقه. طيب قبل ما نكمل شرح انا بس حابب اقول حاجه سريعا، اي اجراء بيتكون من مجموعه من البنود اللي بتشرح
ازاي الشغلانه اللي بيتكلم عنها الاجراء دي الغلاف ده زي غلاف الكتاب، عليه العنوان، عليه مين اللي كاتب الكتاب، عليه تاريخ اصدار، عليه رقم للاصدار. كذلك الوثيقه او الاجراء او تعليمه العمل نفس الكلام، بيكون فيه الغلاف، عليه كل تفاصيل الاجراء او تعليمه العمل، بيكون فيه كمان مين اللي اعد الوثيقه دي. حاضر، هنجيب الصفحه الاولى تاني. حاضر، الصفحه الاولى زي ما احنا كنا بقى بيكون فيها الرقم او الكود بتاعها، بيكون فيها تاريخ الاصدار ومين اللي اعد الوثيقه دي ومين اللي راجعها ومين اللي اعتمدها. ده بيكون عباره عن الغلاف بتاع اي وثيقه. ممكن كمان نحط في الوثيقه دي او في الغلاف ده الهيستوري بتاع الوثيقه نفسه، يعني التعديلات اللي تمت على الوثيقه، تاريخ التعديل كان امتى، ووصف للتعديل ده والتعديل ده ليه او سبب التعديل. ممكن كمان نحط الجزء الخاص بالتوزيع، يعني انا الوثيقه دي مش عاملها عشان احطها في الدرج، انا عاملها عشان اوزعها على الادارات المختلفه عشان تشتغل بناء عليها. فلازم ابقى عارف الوثيقه دي موجوده مع مين، مين كاداره وليس شخص، يعني موجوده مثلا مع مدير الانتاج، موجوده مع مدير المخازن، والمدير ده بيمضي بالاستلام، او ممكن الاداره اعمل لها قائمه بالسجلات بتاعتها وتمضي على استلام. لكن في الغالب بيكون او يعني آلية التوزيع في الغالب الشركات بتعمل زي ما حضراتكم شايفين كده، حط قائمة التوزيع لكل إجراء جوه الإجراء نفسه، والناس بتمضي على الإجراء نفسه والنسخة الأصلية إن هو استلم نسخة بالرقم ده للإدارة عنده. بيكون كمان موجود في الوثيقة دي متطلبات الوثيقة دي. هو في حد بيقول ان المحاضره بتفصل وبترجع تاني، انا مش عارف، انا الناس في حد عنده مشكله في المحاضره انها بتفصل؟ بص، هو المواصفه ما اشترطتش اليه معينه لاليه التوزيع، المواصفه قالت ان انت حط اليه معينه للتوزيع وللتحكم في الوثائق. من شويه ان كل وثيقه يكون ليها كود ويكون ليها رقم مميز، يكون عليها تاريخ اصدار ورقم للاصدار، يكون عليها الشخص اللي اعد الوثيقه دي واللي راجعها واللي اعتمدها. نفس الوقت وانا بوزع الوثائق دي لازم اتاكد بطريقه او باخرى ان الوثيقه دي مش هيتم قال، وابسط طريقه لان انا اعمل كنترول على النسخ الموزعه دي ان انا مثلا اختم الوثائق اللي انا هوزعها دي بختم مثلا مكتوب عليه كنترول، مكتوب عليه كوبي. يبقى كده انا ضمنت من خلال الرقم الكودي بتاع الوثيقه ومن خلال تاريخ اصدارها ورقم الاصدار او يعدل في الوثيقه دي من غير ما يرجع لي. فبالتالي البيست براكتس في الموضوع انت حط قائمه التوزيع في الاجراء زي ما انت عايز، مفيش مشكله، اعمل سجل منفصل او كشف الاستلام مستقل اتنين، صح، ما فيهاش مشكله خالص، الاسهل ليك استخدمه. زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه في بند 753 ان المواصفه قالت ان حجم الوثائق او المعلومات الموثقه وآلية التوزيع مرتبط بحجم وطبيعه النشاط جوه الشركه. في عشان يعمل لكل عشان يعمل مثلا عنده سيستم مثلا كبير 30 40 اجراء و20 30 تعليمه عمل غير السجلات بتاعت الشركه، عشان يقعد يعمل لكل اداره سجل منفصل بكل كود بالنسبه له، فبيستخدم. طيب، هو حضرتك بتقول لماذا تم عمل نموذج للمخاطر ومعالجتها في هذا الاجراء؟ بص يا سيدي، الاجراء ده هو ما فيش اجراء مستقل للمخاطر والفرص ولا حاجه. بص، انا او يعني طيب، بعيدا عن القصه دي انا هقول لحضرتك، هجاوب من غير تعليق. يعني بند 6 بيتكلم عن المخاطر والفرص، صح كده؟ ده اللي انت بتتكلم عليه. وبند 4 بيتكلم عن السياق، ان انت بتحدد بتعمل سوات اناليسيس مثلا كبيست براكتس. في بند 6 قال لك اتعامل مع المخاطر والفرص دي وحط لها اليه للتحكم فيها وضوابط للتحكم فيها وحط لها خطط للمعالجه. ففي بعض الناس زي ما احنا عاملين كده، حاطين شرحين في الاجراء بتاع السياق ازاي بنحدد القضايا الداخليه والخارجيه وازاي، وفي نفس الوقت حاطط في نفس الاجراء وبقول في نفس الاجراء ان المخاطر اللي هتطلع عندي نتيجه دراسه السياق دي انا هتعامل معاها ازاي وهعالجها ازاي. في بعض الشركات او في بعض الناس بيحط اجراء السياق والقضايا الداخليه والخارجيه والاطراف المعنيه في اجراء فرص. دي صح ودي صح، ما فيهاش مشكله ان انت تعمل الاثنين. لو انت فاكر احنا من شويه قلنا ان المواصفه ما اشترطتش حجم معين للوثائق وما اشترطتش شكل معين للوثيقه، المواصفه بتقول لك وثق، يعني بالبلدي كده المواصفه بتقول ايه المطلوب.
لكن ما بتقولكش الموضوع يعني مفتوح ومطروق لشغل حضرتك وعلى حسب النظام اللي انت هتشتغل عليه. طيب نرجع تاني للبرزنتيشن عشان ما نطولش على حضراتكم. احنا كده عرفنا بند 7-5 اللي بيتكلم عن التوثيق، ازاي نوثق، ازاي نعمل وثيقه، وازاي نعمل كنترول. بص يا هندسه، هي مش هتتكرر معاك ولا حاجه، انت مش هتعمل اجراء جديد للمخاطر والفرص، ما انت اوريدي حطيته في السياق. انت عايز تعمل اجراء للسياق لوحده واجراء لاداره المخاطر والفرص لوحده، اعمل، لان الموظف ما قالتلكش الصراحه اجراء او وثيقه لاداره المخاطر والفرص، هو قال لك وثق او احتفظ بالمعلومات الموثقه للسياق ولاداره المخاطر والفرص. فما في مش هيبقى في تكرار ولا حاجه. يعني انا في السيستم عندي انا ما عنديش اجراء تاني بشرح فيه ازاي انا بتعامل مع المخاطر والفرص، المخاطر اللي بتطلع معايا. يمكن الحته دي هتبقى اوضح شويه لما تيجي تطبق سيستم مثلا زي الايزو 22000. الايزو 22000 انت عندك نوعين من المخاطر بتتعامل معاهم، مخاطر البيزنس اللي هي الناتجه عن العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه وخلافه، اللي هي المخاطر اللي بتطلع عن حضرتك بتقول لي هنا في انت في الاجراء بتاع اللي حضرتك شفته في انا اتكلمت عن المخاطر، وين الفرص او فين الفرص، يعني ايه فين الفرص؟ مش فاهم. استاذنك ثواني افتح المايك لو حضرتك حابب تشاركنا فويس عشان بس ابقى فاهم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا جزيلا، بارك الله فيك على الشرح. حسين حضرتك سامعني؟ معكم المهندس حسين زعبل من في صوت. الو هندسه. ايوه السلام عليكم. هو انا مش سامع حضرتك فمش عارف. السلام عليكم. طيب بص يا هندسه، انا هجاوب على السؤال اللي يعني اللي انا فهمته من كلام حضرتك، ان حضرتك بتقول انا هنا وثقت في اجراء 4 ازاي هتعامل مع المخاطر، طب الفرص هتعامل معاها ازاي؟ ده اللي انا فهمته من كلام حضرتك. والله انا فتحت، انا بعت لحضرتك اني افتح. السلام عليكم. السلام عليكم. كده المايك عند حضرتك مفتوح. السلام عليكم. انا كده مش سامع حضرتك، انا كده فاتح المايك بس مش سامع حضرتك للاسف. السلام عليكم. السلام عليكم. هو للاسف انا مش سامع حضرتك والله. طيب خلينا نكمل في الشات لو حضرتك في مشكله في الصوت، خلينا نكمل في الشات وجهه نظر حضرتك ايه، وان شاء الله ارد عليك تحت امرك، يعني مفيش مشاكل. طيب الجزئيه بتاعت الفرص، بص يا هندسه، انا في الاجراء بتاعي انا كاتب ازاي هدير برضو الفرص اللي عندي. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هيطلع عندي مثلا في دراسه السياق طلع عندي فرصه ان انا مثلا عندي تقدم تكنولوجي في اجهزه الفحص والقياس، وبالتالي ده بيديني نتائج ادق مثلا، او بيديني السرعه في اختبار الخامات. طيب انا ازاي هستغل في السيستم حاجه اسمها اكشن بلان او خطه عمل لاستثمار الفرصه؟ ممكن خطه العمل دي تتمثل في ان انا اعمل هدف جديد، ممكن خطه العمل دي تتمثل في ان انا اعمل اجراءات تحسين مستمر. لكن يعني انا عندي في السيستم اتنين اوبشن، لو طلع عندي فرصه فانا يا اما هستغلها في ان انا وان انا استفيد منها واستثمرها، او ان انا استخدم اجراء زي اجراء التحسين المستمر وابدا اقدم مقترح تحسين كاداره للاداره عشان استثمر الفرصه دي واستغلها. لو حضرتك عندك طريقه تانية للقصه دي يا ريتني، يعني احنا يا ريت الناس حضرتك تقول لنا عليها عشان كلنا نستفيد. يعني ربنا عايزك تسلم يا ناس. طيب نكمل اخر حاجه في الجزء بتاع ضبط الوثائق، لازم نحط نظام زي ما كنا بنتكلم من شويه لعمليه التعديل. لو انا عايز اعدل وزعناها على الناس، طيب ماذا لو انا عايز اعدل في وثيقه او عايز الغيها؟ ابسط طريقه للقصه دي وزي ما بيقولوا البيست براكتس الموضوع، ان احنا بنحدد اليه لعمليه التعديل او الالغاء عن طريق بقى ان احنا نعمل طلب زي ما حضراتكم شايفين كده على في البرزنتيشن. الطلب ده بيكتبه طالب التعديل او الاجراء او الالغاء، وبيوضح فيه هو عايز يعدل ايه او عايز يلغي الوثيقه ليه وسبب التعديل،
راجع الطلب مع الإدارة المعنية بالوثيقة أو الإدارات المعنية بالتعديل. طيب احنا انا هبعت لحضرتك كمان شويه باشمهندس حسين الجروب بتاعنا على التليجرام، لو حضرتك مش موجود معانا على الجروب استاذ حضرتك تشرفنا بانضمامك على الجروب، وتقدر يعني في اي وقت تقدر حضرتك توضح لنا الجزئيه ديت على الجروب التليجرام، الناس كلها تستفيد من حضرتك يعني. تشرفنا بوجود حضرتك. ابسط طريقه لاداره عمليه التعديل او الالغاء ان يكون في وثيقه زي طلب التعديل بنشرح فيها احنا الاداره اللي عايزه تعدل في اي وثيقه هي عايزه تعدل ايه وسبب التعديل ايه، وبيتراجع الطلب ده من قسم توكيد الجوده او اداره توكيد الجوده، وفي حاله ان بعد التعديل وتعديل الوثيقه، بس بعد التعديل في جزئيه مهمه جدا ان انا لما بعدل لازم اسحب كل الوثائق اللي متوزعه على كل الادارات من النسخه القديمه او من الاصدار القديم واسلم لهم نسخه جديده من الوثيقه بعد تعديلها، وكل النسخ القديمه دي لازم اتاكد انها اتسحبت، والنسخ اللي انا جمعتها القديمه لازم تتعدم، وبحتفظ بالاصل فقط وبختمه بختم كنسل عشان اتاكد ان مش هيتم استخدامه في اي وقت او تحت اي مسمى. وليه احنا بنعمل كده؟ بنعدم ليه الوثائق النسخ كلها وبنحتفظ بالاصل عشان لو لقينا في حاجه احنا عايزين نعدلها فبيبقى عندنا دايما الريفرنس القديم بتاعنا لاول مره اعدنا الوثيقه، عشان يبقى دايما عندنا الهيستوري بتاع التعديلات، الوثيقه كانت عامله ازاي اول مره والتعديلات اللي تمت عليها، عشان ما يحصلش ان احنا نرجع بعد فتره بعد ما عدلنا في الوثيقه الجزء اللي احنا عدلناه عايزين نشيله ونرجع للقديم. ما لو انا ما عنديش الاصل بعد 4 5 شهور بعد سنه انا مش هبقى فاكر هو ايه اللي اتعدل وايه اللي ما اتعدلش. فلو انا مش محتفظ بالنسخه الاصليه ومميزها بختم الكنسل ان دي ملغاه، ممكن الاقي نفسي برجع لنفس الاصدار القديم وانا مش واخد بالي. طيب ادراكوا احنا كده هنقف عند الجزء ده ان شاء الله، وهنكمل في المحاضرات الجايه من اول بند 8. لو في حد عنده اي سؤال انا تحت امركم، سواء دلوقتي او على جروب التليجرام مفيش اي مشكله خالص، ممكن تبعتوا الاسئله على الشات، لان انا واضح ان انا عندي مشكله في ان انا اسمع حضراتكم، تقريبا عندي مشكله في الصوت انا مش سامع حضراتكم. انا هفتح المايك ونجرب دلوقتي لو في حد من حضراتكم عنده اي سؤال يقدر يتفضل كده. المايك الناس كلها تقدر تفتح المايك وتسال اي سؤال لو حابين. السلام عليكم. اسمعني يا باشمهندس. والله يا باشمهندس حسين انا السلام عليكم. عند حضرتك عندي ان حضرتك بتتكلم بس والله العظيم انا من الاسف مش سامع حضرتك، فمش عارف والله يعني انا حتى جربت كل حاجه عندي، يمكن عندي مشكله في اي حاجه عليت الصوت وكل حاجه عندي تمام، بس للاسف مش عارف مش عايز ما بيطلعش عندي صوت مش عارف. طيب انا هحاول ادخل من الموبايل دلوقتي واحنا فاتحين، يمكن يشتغل من على الموبايل.